مدينة غالما وعلى مر العصور لا تزال ليومنا هذا قلعة شامخة أنجبت العديد من الأعلام، منهم العالم الجزائري فريد عميروش. زدت في غالما الجزائر، تقريت في الجزائر عام، كان عندي باك سيونس، كنت راح نروح للميديسين ومن بعد بطلت، حبيت نروح للبوليتيك ونقرا شويه انجينيرينغ. تاثرت فيا كثير الصغر تاعي، وحنا نقولوا الصغر شفاي، لان الحوايج تاع ربي كل ما نسيتهمش اللي تربيت فيهم، و سيتي دي زيكزومبل سي دي زيدور. حنا كان بكري كي نقراو، كي يجي واحد من اليونيفرسيتي شغل الكارتي كامل على باله، نستناو فيه هذا ونشوفوه ونحبوا نهضروا معاه ونحبوا نشوفوا كيفاش يقرا وكيفاش فهم وكيفاش دار. هذم توصلوا بقوا مأثرين فيها، يعني ديما نحوس على حاجه اللي من قدام ونحب كيفاش نوصل لها. بعد وصوله لامريكا درس عميروش بجامعتي سانسيناتي وبوسطن، حيث تخصص في الهندسه الميكانيكيه، وبالموازاه درس العلوم الطبيه. جيت في الامريكان هنا في 1975، عقبت عام في بوسطن، ومن بعد دخلت الجامعه في اليونيفرسيتي في سانسيناتي. بديت في انجينيرينج ساينس، هذه شغل لابليكاسيون تاع الانفورماتيك دون الانجينيرينج، ومن بعد دخلت في الايرو سباسيال وقريت ودرت ماستر دون الايرو سباسيال، ومن بعد رجعت درت ام بي اتش دي في الجيني ميكانيك دون لا بيوميكانيك. في 89 توصلت خدمت مع لا ناسا بور ان بيريود دو 6 mois. في 96 درت ان ساباتيك في كندا، وجي رسو جي 7 فيلوشيب، يعني الجي 7 هذا مثل لي 7 غران بي مونديو تاعنا، كيما نقولوا فرنسا والانجلتير والايتازوني، عندهم جي 7 فيلوشيب، وين يمدوا اون شغل اون بورس، مي سي ان اوورد بور افونسي ان بو لا سيونس دون ان كوتي بيان بارتيكولي. البروفيسور عميروش عمل كذلك في وكالة الفضاء ناسا وفي المخبر الأمريكي أرغون، حينها تحصل على جائزة من مجموعة الدول السبع الكبار عن عمله في بحوث جد متطورة. مدميسات وانا الدرك، يعني راني بروفيسور وفي دو ديبارتمون، يعني بروفيسور في الانجينيرينج، في بروفيسور ليكول ميديسين في الاورتوبيدي، وراني ديريكتور دو ريشيرش دون ان انستيتيو دو Illinois, c'est bon and joint, donc c'est un institut d'orthopédie. Je suis le directeur de la recherche aussi dans l'Université d'Illinois. Je suis le directeur de ce qu'on appelle Industrial Advisory Board, où on a formé sur un board avec Nes Likrat Filjama Tana, où Rabhu Droka Sabhu des professionnels, où Nijhu Fihayat Hom, où Njibu Hanakifesh Ntosu Bihom. ونبقاو معهم معلقه ونديروا اون ريلاسيون باش يعينونا بو انفستير دون لونيفرسيتي بور كون كونتينيو لا ريشيرش بور كون كونتينيو دو ترافايي سو ليديكاسيون داميليوري لا كومبيتونس تاعنا يونيفرسيتير. فريد عميروش متحصل على درجه بروفيسور في الهندسه الحيويه وكذلك على درجه بروفيسور في جراحه العظام بجامعه إلينوي، كما يشغل حالياً منصب مدير مركز البحث في الهندسة الميكانيكية ومديراً لمركز البحوث في جراحة العظام بجامعة إلينوي. كما يدير عميروش المعهد الأمريكي جون أند بون لجراحة العظام، والذي يعد أكبر معهد في العالم، بالإضافة لكونه نائباً لرئيس أكاديمية الهندسة الحيوية باليونيسكو ومديراً لهيئة الاستشراف بجامعة شيكاغو. عميروش يشرف كذلك على طلبة الدكتوراه من مختلف دول العالم، وهو متعاقد مع العديد من الجامعات الدولية.
درجته العلمية الكبيرة أهلته لأن يخلق جسراً بين مدرستي الطب والهندسة، ولأول مرة في تاريخ العلم، وهذا من خلال بحوثه واختراعاته الجد متقدمة في هذا الميدان. كنت ود في حرب ولا حاجة ولابد تصير له كاش مشكلة ولازم له إن بومب باش تعطي له الدواء، فعندنا غير هذوك الاي فيش، هذوك الشكاير، هذوك اللي تحطوهم في كي تروح للسبيطار، عنده شكارة تاع هذيك اللي يعطيك اللي واش عيطوا له الفلوي تاعكم، هذاك السيروم. السيروم هذاك يمشي اون فونكسيون دو لاوتور، كي قد ما تعلقها في السماء لاوتور هذيك تدون امبريسيون وتمشي الدواء. صدر سي با اون بومب اللي ماشيه بموتور، وهذا من لي بومب شي شغل ان موتور يفا تو يا انا با بوزوان باش نهز الشكاره هذيك ولازم لي نوتور تهزها سو لو ميم نيفو. لعميروش العديد من الاختراعات والاكتشافات في ميادين الطب والهندسة والتي أحدثت ثورة في حياة البشرية، وهذا ما يشهد به زملاؤه. If the bone is soft, what we did is we injected. إذا كانت العظام طرية، ما نقوم به هو الحقن بالبلاط المعزز بالكالسيوم، نزرعه في العظام بروابط لولبية لتجنب مضاعفات الألم. الدكتور عميروش طور هذه التجارب بشكل قوي فيما يتعلق بتجهيزات المقاومة لذلك. اتضح أنه نجاح باهر لما نتعامل مع العظام الهشة والتي أبدت نموا واضحا. كانت هذه من ضمن التجارب التي قمنا بها. تجربة أخرى هي محاولة زرع أجهزة لولبية في القطعة المعززة للعظام الهشة. لقد تبين بعد اختبارها أن هذه البنية المجهزة قوية وتساعد المريض المصاب بهشاشة العظام للتماثل للشفاء. الدكتور عميروش ظاهرة علمية وتكنولوجية، ليس فقط في مجال جراحة العظام التي سمعتم عنها القليل فقط، وأنا سعيدة جدا للكلام عنه في مجال المضخات المجهرية التي تساعد الشرايين والأوردة. المضخات التي يستعملها ويطورها تتجاوز ما هو مستعمل الآن في المؤسسات. يرى عميروش بأنه من واجب العلماء المغتربين أن يساهموا في بناء وتنمية مختلف المؤسسات الجزائرية من مواقعهم التي هم فيها، حيث بادر عميروش بادر مؤخراً إلى تأسيس المؤسسة الجزائرية الأمريكية للعلوم والثقافة والتكنولوجيا، والتي يرأسها مع البروفيسور إلياس زرهوني. هذه المؤسسة من شأنها خلق تواصل بين مختلف المؤسسات الأمريكية ونظيراتها الجزائرية. احنا فهمت لو موند با شانجي، الانترنت هذه لا تكنولوجي ميم حتى في لا ميديسين، نعودو نديرو دي زوبيراسيون في نفس النهار وين الى لا بارتيسيپاسيون دان شيروجيان امريكان هنايا يا ان ارجيان كي ترافاي انصوم. بصح باش توصل درجة هذه لازم لها اون فونداسيون، لازم نتعرفوا على بعضنا. وكيفاش نتعرفوا على بعضنا؟ ان ايشونج، اون كومونس افيك اون بيرسون اي لا دوزيام بيرسون، وهذا كيجيب هذا وان شاء الله تكبر القضيه. لا ميم شوز لا كومبيتونس الجزائريين، احنا عندنا بزاف جزائريين وبصح ما نعرفوش بعضنا، يعني دين مانيير ونحطوا كلش فوق الطابله هذه ونقولوا كالي فوتر كومبيتونس، كالي فوتر كومبيتونس، اون ايساي دو لي زانتيغري. ديكريك اون ماس كي بو نوزيدي، نوزيدي ميم هنا ماشي حتى يعني غير في الجزائر، لازم حتى غينو بعضنا، نعينو بعضنا حتى في الخدمه هنا. اللي يحب يخدم سي اون ترافاي اون بو ريوسير، وهذا تفكير سي 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 ريال. ونحبوا احنا كل نخمو كيما يعني قد ما نخدم فهمت ان شاء الله فهمت اون ابوتي نتوصلوا لدرجه اللي اوني ساتيسفي، يعني نفرحوا باللي رحنا درنا واش درنا في حياتنا.
رغم المكانة المرموقة التي يحتلها البروفيسور عميروش، إلا أنه لا يزال متشبثا بأصالته وتقاليده والتي ما فتئ يلقنها للأجيال القادمة. كاين حاجة اللي ديما نحكيها لولادي هنايا، هو كيفاش واحد يجي لأمريكيا والله يروح دون نيمبورت كيل بي موند، وكيفاش تبقى فيه ريحة مواطن جزائري ولا مواطن ويهضر على العائلة تاعه، وواحد اللي مازال لاصق ومعلق يعني في تقاليد مليحة تاع الجزائر. آخر ما قاله لنا بروفيسور عميروش هو أن الزمن لا يغير رجالا تربوا في أرض مخضبة بدماء الشهداء. حنا الجزائريين عندنا حماسيين، صدروني تريز ايموشنال. نقول لك واش اللي في قلبي نقوله لك، وما عندناش هذه تاع نخمم عليها وندرقها. يعني جزائري الي سوكيلي، وعندنا لوسبيتاليتي. حنا الكرم هذا في الجزائر ما عندوش قيمه هنايا كيما في الجزائر. حنا كي نقيموا بواحد نقيموا به يعني، ونديروا الحوايج الامكانيات اللي ما تصارش. بصح حبيت نبعث السؤال للحاجة في قلمة.